احنا خسرنا من الجزائر 3-1 في تصفيات كاس العالم، تمام. رجعنا تاني يوم مصر، كنا عندنا التمرين في الملعب الفرعي لاستاد القاهره. عاده تدريب المنتخب في الفتره اللي احنا كنا متواجدين فيها الاستاد بيبقى مليان صحفيين واعلاميين من كل حته. اليوم الوحيد اللي ما كانش فيه ولا صحفي ولا اعلامي كان موجود، هو راح من جنب اللعيبه في خط الوسط في الدايره وقال بص حواليكم، تمام. محدش لاحظ. قال ده حالكم لما بتخسروا عشان تحطها حافز قدامكم، حافز كمجموعه. احنا رايحين مجموعه فيها ايطاليا والبرازيل وامريكا، لو عاوزين بقى المنظر وكل الناس تلطش فينا خلاص. فده عامل تحفيزي، ده موقف انا عمري ما انساه.